على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الطريق المؤدية إلى مدينة ورزازات، وضعت لافتة لمشروع الطاقة الأكثر طموحاً في المملكة المغربية. هنا في جنوب البلاد وعلى مساحة 30 كيلومتراً مربعاً، يتم تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. المرايا المنحنية الضخمة تعمل على تركيز أشعة الشمس، وفي هذه الأنابيب الكبيرة يتم ضخ البخار اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية. وبعد الانتهاء من أعمال البناء ستنتج المحطة نحو 500 ميجاوات، أي ما يقرب من 3.5% من إجمالي احتياجات المغرب. للموقع مزايا عديدة كأشعة الشمس القوية وبحيرة سد المنصور الذهبي القريب من هنا، علاوة على مدينة ورزازات الجميلة حيث يتم فعل الكثير من أجل تحسين البنية التحتية، وهو ما يعود طبعا بالنفع على المنطقة بأكملها. يعمل في هذا المشروع الضخم حوالي 600 عامل محلي، معظمهم من مدينة ورزازات، بالإضافة إلى مهندسين مغاربة وإسبان، وكلهم فخورون جداً بهذا المشروع الذي يضمن لهم 3 سنوات من العمل على الأقل. إنه مكان عظيم للحصول على الطاقة النظيفة، ولا يقتصر ذلك على الطاقة الشمسية وحدها، بل طاقة الرياح، فكما لاحظتم تهب رياح قوية هنا. مشروع ديزرتك كان وراء انطلاقة المشروع هنا، والآن تشرف مجموعة تحت إدارة سعودية على أعمال البناء، وهذه مجرد بداية لمشروع أكثر طموحاً، حيث من المنتظر تشييد عدة منشآت للطاقة الشمسية في أنحاء البلاد، وتقدر التكاليف المخصصة للبناء بحوالي 6.5 مليار يورو، وذلك بدعم مالي من عدة جهات من بينها البنك الدولي وألمانيا أيضاً، فوزارة البيئة وبنك التنمية الألماني يدعمان خطة المغرب للاستثمار في الطاقة الخضراء. كما أن الشق الثاني لهذا المشروع واللي هو شق ديال تنمية الصناعة المغربية في هذا المجال، في مجال الطاقة الشمسية، عبر خلق شراكات مع شركات مغربية وشركات أوروبية. الشركات الألمانية باستطاعتها المساهمة في هذا المشروع لكنها غائبة حتى الآن، إلا أن الفرصة لم تفتها بعد، فالمملكة المغربية تسعى حتى عام 2020 لتغطية 40% من احتياجاتها للطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والمياه، وهو ما يعني أن فكرة ديزرتك ما تزال قائمة رغم أن الطاقة المنتجة في الصحراء ستبقى هناك في هذه المرحلة.